واعلموا رحمني الله وإياكم أن الدنيا مبعدة عن الله عز وجل، لأنها مبعدة عن الله عز وجل، ولا تزكو ولا تطيب إلا بالصالحات. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه، وعالما ومتعلما. فاحرصوا رحمني الله وإياكم على طاعة الله والبعد عن معاصي الله والصبر على أقدار الله. واعلموا أن الدنيا كلها قليلة، وأن الباقي منها قليل، وأن الذي لنا من قليلها قليل، والله أعلم متى ينتهي هذا القليل. فالله الله أحبتي في الله، أثبتوا على طاعة الله وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون.